أولا نقول إن لله وإنا إليه راجعون وبشر المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. تنشكر كل إخوان اللي حضروا معايا في هذه الجنازة ديال الإبن ديالي الإبنة ديالتي ولساني عجز على حب هاد الناس ليا تانا تنحبهم والناس كلهم اللي عيطوا ليا داخل وخارج الوطن واللي استطعت نجاوبهم اللي ما استطعت نجاوبهم تنشكرهم بزاف وتنحس بانه هذه ما ضاعت ليش بوحدي يعني ضاعت المغاربه كاملين لانه كل شيء تيحبني الحمد لله انا حسيت بانه كل شيء تيحبني وانا تنحبهم ودعيوا معها بغيت الدعاء ديالكم بغيت الدعاء الجمهور ديالي كله والناس الاحباء ديالي كلهم داخل وخارج الوطن وشكرا لكم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.